أولا لم يكن لدينا أي معلومة عن مسألة تنظيم المباراة النهائية إلا عندما بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن وجود منافسة بين السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، وإنه كان هناك مواعيد محددة لتقديم طلبات التنظيم والتفاصيل حضراتكم عارفينها عشان ما كملهاش إلى آخره يعني. ثانيا لما سمعت الكلام ده تواصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، سألت سيادته هل الاتحاد قام بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد. يعني ما دخلناش ليه بقى في الهيصة دي يعني في المسابقة دي يعني في التنظيم ده. كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلام عن مساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب إن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة الاتحاد الكرة المصري يعني، وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح. طبعا استغربت جدا، عودت الاتصال مرة تانية سيد الأستاذ جمال علام وأبلغته بما قاله المهندس هاني أبو ريدة وسألته من صاحب المعلومة الصحيحة، حضرتك ولا المهندس هاني؟ وكانت إجابته إحنا الاثنين صح، كلنا معلومته صح. أنا طبعا اندهشت جدا قلت إزاي؟ فأجاب السيد رئيس الاتحاد إنه قام بالرد فعلا على الكاف، لكن لم يطلب تنظيم المباراة ولكن طلب إقامتها على ملعب محايد. أمر يبدو بالنسبة لينا الحقيقة غريب وصراحة يعني غير مقبول. ثالثا عندما كررنا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار الكاف بإقامة النهائي في المغرب، تواصلت مع السيد رئيس اتحاد الكرة وطلبنا منه، بتكلم بصيغة النادي، وطلبنا منه صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي أو الأفريقي اللي هو اللي بعت الأول ثم المصري بخصوص تنظيم النهائيات الأفريقية. وهذه الأوراق يا جماعة، ودي نقطة مهمة هنجيلها في الآخر، وهذه الأوراق من المفترض إن إحنا أن نبني عليها موقفنا القانوني، وللأسف لم نتلقى استجابة منه حسبما وعد. الكلام ده أعتقد كان يوم اثنين أو ثلاثة، أي الاثنين للثلاثة، وما جلناش حاجة. فطلبت من السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي التواصل مع المدير التنفيذي للاتحاد في هذا الأمر، لأن الورق ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا. وقمنا بمخاطبة الاتحاد كتابيا ثلاث مرات لهذا الأمر، واخترنا السيد وزير الشباب والرياضة بما يحدث مع النادي الأهلي ووعد بالتدخل. شايف بقى حد اثنين يعني اثنين ثلاث اربع خميس تقريبا يعني، او ثلاث اربع خميس، وطبعا صباح جمعة. هنا السيد وزير الشباب والرياضة وعد بالتدخل، وبعد أربعة أيام من المماطلة كلفت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي
بالذهاب الى اتحاد الكره ويبقى عند المدير التنفيذي للاتحاد وما يتحركش الا لما يكون الورق ده في ايده، لان المكتب القانوني قاعد جنبنا يومين ثلاثه ورا بعض او ثلاث ايام ورا بعض عشان بس يكتب، ومش هيقدر يكتب الا من خلال الخطابات ديت. قلت له يا دكتور ما تتحركش الا لما الجوابات دي تجيلك. وقابل فعلا مدير التنفيذي للاتحاد الذي ابلغه، مدير الاتحاد ابلغه انه لن يستطيع تسليمه اي صور من الخطابات المتبادله الا بعد ان يتلقى موافقه السيد رئيس الاتحاد. اللي احنا بنخاطب الناس بقالنا 3 أو 4 أيام. طب نعمل ايه؟ وهنا في مواقف كتير، يقول لك النادي الاهلي لازم مش عارف يعمل، النادي الاهلي ولا بيعلي صوته ولا النادي الاهلي بيطلع يتخانق. النادي الاهلي بيمشي ضمن الاصول، النادي الاهلي بيحافظ على البلد، بيحافظ على الاصول السليمه، النادي الاهلي بيحافظ ازاي يكون بيتعامل مع كل المواقف باسلوب سليم. لجأنا للاعلى السيد وزير الشباب والرياضه. الحقيقه قمت وكلمته تاني وصعدت الامر مع الدكتور اشرف صبحي مره تانيه، لان الوقت بيمر ولم يتبقى على المباراه الا ايام قليله. والحقيقه بقى هنا ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كانت لديه رده فعل عنيفه قويه وعنيفه لتفاهمه، هو فاهم الراجل كويس ان الامر ده يضعف من الموقف القانوني للنادي الاهلي امام المحكمه الرياضيه الدوليه، وتعامل بمنتهى الجديه ووعدني بارسال احد المسؤولين من مكتبه الى مقر اتحاد الكره. ومساء نفس اليوم بقى الخميس الساعه 5 أو 4:30 الظهر تسلمنا صوره من الخطابات. لكن الحقيقه بعد ضياع 4 أيام دخلنا في يوم الجمعة، وكان بعدها السبت والحد عطلة في أوروبا. هنا أنا بس بحط عنوان، هذه هي المساندة وهذا هو الدعم الذي وجدناه من اتحاد الكرة.